وإلى الحدود السورية اللبنانية، انطلقت كاميرا تلفزيون الدنيا لترصد عن قرب آلية تهريب السلاح إلى سوريا ومادة المازوت من سوريا في منطقتي هيتس والكروم. في هذه الجبال ضاعت ملامح حدود لبلدين شقيقين. في هذه المناطق الحدودية التي لا يميز فيها الأهالي بين لبناني وسوري ضاعت الطاسة، فتحولت هذه الطرقات الوعرة إلى مرتع لأصحاب المنافع وضعاف النفوس، حتى تفوق تهريب الأسلحة على مادة المازوت. وعندما اشتدت نيران الغدر على سوريا، من هنا اتخذت شررة لها. بدي لك هاي المنطقة الحدودية، هاي عن الزرقاء أكروم نصوب حنيدر، هاي تمتد لوادي خالد. هاي المنطقة الجهة الشمالية، هاي بيمرق من طيار المستقبل، منا لأني بتأجر طيار المستقبل، بيمرق سليح كان قبل الجيش السوري. وجود الجيش السوري عندنا هون سكر المعابر. نشوف بالليل متسكليتيت يعني تمرق كل اثنين ثلاثة مع بعضهم أربعة، ومنطقة جبلية يعني ما في سير الا وقت بالعصا يمكن يمرقوا ماشي. من الاراضي اللبنانيه على الاراضي السوريه كانوا يهربوا سلاح، ما كان في جيش سوري، كان بعيد عن الساتر، عن الحدود 3 كيلو متر، يهربوا على كيفهم سلاح، يهربوا سلاح بكثافه من منطقه جبل اكروم على طريق هي ياخذوها على الطينه على حمص. وكانت العالم تتحرك بكل حريه، مسلحين طبعا طبعا مسلحين، ما حد الا سلاحه معه، تتحرك بكل حرية، مجموعات تفوت بكل أريحية أبدا تمام، وما يعني يفوتوا ويدخلوا ما عندهم أي مشكلة أبدا، وبسلاحهم الظاهر مانو المخفي كمان، يفوتوا من جهة وادي خالد، من جهة أكروم، من جهة وينزلوا على الداخل السوري لجوا. من بلدة جبل أكروم إلى الهيت، كما كل البلدات على الحدود الشمالية للبنان مع سوريا، نشطت تجارة السلاح مع نشاط الحركة المسلحة في الداخل السوري. وإذا كان البعض قد وجد فيها مصدر رزق وبوابة للعيش، كان الجزء الأكبر يعمل مع تصدير السلاح إلى تصدير مشكلته مع المقاومة في الداخل اللبناني إلى الجار السوري المقاوم قيادة وشعبا. حاولوا هني هودي المسلحين انه يطمعوا اهلنا الحاوية، انه يطمعوهم بالاسلحة ويرشوهم بالمصاري، انه شان يتعاملوا معهم شان يمرقوا الاسلحة. قبل ما يجي جاي كانت في التاني الحدود على الخالص، يعني يمرق الاسلحة بكميات كثيفة. من وين؟ من منطقة هيت، البويت، السرحانية، جبل اكروم. مش 3 شهور تقريبا اجوا مجموعة بحدود 200 مسلح، اجوا من لبنان، اجوا فاتوا ورموا على حاجز الامن العسكري، ورموا على مخفر الشرطه، وضربت سيارات الشرطه، وبعد اثرات الطلقات بالمخفر لهلا مبينه.